ليه يعني دلوقتي؟ طب احنا دلوقتي في مرحلة انتقالية وداخلين على انتخابات، الله اعلم يعني ايه اللي هيحصل فيها، واذا كان الناس اللي قاعدين يعني في ناس عندها مشاكل ان هي مش فاهمه لسه هو مين مترشح فين علشان ايه. فدلوقتي في حاجات بتطبخ تحت السطح، حضرتك شايف الوضع ازاي؟ ما احنا انا داخلين بحكي على لك، انتخابات يعني ماشي، في ظل الظروف دي في ظل الظروف ايه دي الحل؟ وهل الدوله دلوقتي منوط بيها؟ مين اللي مطلوب منه ايه؟ يعني المجلس العسكري في ظل مطلوب منه الظروف مثلا ينزل بالقوه يجمع السلاح ولا يعمل ايه؟ مع احترام المجلس العسكري وقواتنا المسلحه لن يستطيع ان يقوم بهذه المسائل، هتبقى مذبحه وخلاص، تبقى حرب اهليه لو عمل كده. هو مش هيعمل كده، هو المفروض في شرطه مهمتها التعامل مع المدنيين. ما هي هي فين الشرطة دلوقتي انت حضرتك شايف الوضع، والشرطة بتحاول ترجع. الشرطه دي؟ تحولت الى عذراء خجوله فتره، ما كانت كابته علينا 30 سنه، ايه اللي حصل؟ هل تحولت الشرطه الى عذراء خجوله من بعد 25 يناير؟ الم تكن هذه الشرطه تقمع ال 80 مليون وكانت السجون تفيض بالشباب؟ ايه اللي حصل؟ هم انا يعني في تصوري، وده كلام على مسؤوليتي الداخليه، فيها قطاعات كبيره خارج سيطره المركز، خارج سيطره المقر اللي في شارع الشيخ ريحان اللي هو هنا في مصر. يعني في رتب كتيره جدا يروح المواطن يشتكي يقول له يعني خلي الثوره تنفعكم. طب في اطار وضع متفجر زي بقى اللي احنا بنتكلم عنه ده، هذا وضع ايه يا المطلوب؟ طب إيه مين مطلوب منه يعمل ايه؟ المطلوب تأجيل الانتخابات اولا، لامتى؟ واعاده لامتى؟ لاي مدى؟ سنه تاني لغايه ما نعيد ترتيب البيت. انت طب كده ما هو مدخل البلد. هنا هيقال في دعوات كثيره بتطالب عدم استمرار العسكر في الحكم لانه ده خطر على يا سيدي هناك حل اخر اسمه تشكيل مجلس رئاسي ما هو ده اقتراح يعني يمثل فيه مرفوض تماما. العسكر، ويا ريت يكون هم القياده كمان، مفيش مشكله. لكن انا امهد البلد عشان اعمل انتخابات على 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 طريق صحيح. انت كده اللي هيحصل عندك ده مش انتخابات، وهيبقى مجلس هيؤدي بنفس النتيجه اللي خلت الناس طلعت في 25 يناير. طب انا عندي سؤال، مجموع الصراعات اللي حضرتك قلتها لي في المحافظات كده ده انا بالترتيب، ده احنا لسه ما كملناش يعني باقي المحافظات، ده انا قلت لك 3 محافظات انت زعلت، ده لسه ما دخلتش يعني بيه على هم في اسيوط حدود قد والمنيا. ايه؟ في حدود كام قبيله مع قبيله؟ يعني حدود حضرتك كام الكلام صراع هنا ما بين قبيله بالملايين مش وقبيله؟ بالافراد، مش هنا ملايين. يعني مثلا قبيله يعني هوره، بنتكلم في حدود قد ايه؟ طيب يعني ملايين قد هو ايه؟ قبيله هوره دي حضرتك اللي قلت لك في كام محافظه، يعني الكلام في عدد من المحافظات. في قبائل بيصل عددها الى 100,000، في قبيله بيصل عددها الى نص مليون، في قبيله يصل عددها الى مليون، موجود ده ودي وممتده في كل المحافظات. لان انت لو رجعت في الاول في الاخر ازاي، دي قصه قديمه هتدخلنا في التاريخ وتوطين القبائل، ودي قصه احنا لو اتكلمنا ضخمه كمان يعني. يعني بصينا للموضوع بنظرة انه كل واحد هيروح ينتخب حسب محل اقامته، فاحنا بنتكلم ان القبائل هترجع كلها على المصدر يعني. ففي الوضع ده ايه الحل في الوضع الصعيد ده حضرتك لن يعني؟ يعني وضع دموي. يعني اللي احنا بنتكلم عليه الصراع اللي حصل ما بين قبيله اولاد ما انا يحيى حكيتها لك. وقبيله اخر. ايوه احنا بنتكلم ان حضرتك بتقول ان ده مثال مصغر بقى من الكبير، فالمثال المصغر ده اصلا مش عارفين نوقفه، ولا المشايخ عارفين يوقفوه، ولا العقلاء، ولا الحكومه. طب ايه الحل علشان الصعيد نعرف يعني نتعامل معاه؟ نعمل ايه طيب؟ الحل كان في المفروض ان احنا نعمل فتره انتقاليه في ظل مجلس رئاسي يضم عسكريين ومدنيين، ونقعد فتره كده بتاعت سنه او سنتين، عدت سنه دي ما عملناش فيها ولا حاجه، نهيئ الارض للوعي السياسي، ندي فرصه للاحزاب انها تقعد مع الجماهير وتشتغل، وفي نفس الوقت نعيد تاهيل الشرطه ونفهم الشرطه دي ازاي تتعامل مع المواطنين. ما هو النهارده ضابط الشرطه اللي تربى في كليه الشرطه ما يعرفش غير حاجه واحده، يا اما يشتم ويضرب يا اما ما يشتغلش خالص. و99% من مشكله الداخليه انهم عاجزين عن التعامل مع المواطنين، هو اتعود يضرب وموت. وشوف عدد القتلى من 25 يناير النهارده، ضابط يطلق النار، امين شرطه يطلق النار على مراكبي، ضابط يطلق النار على شاب في الشيخ زايد. ما هو ما يعرفش غير كده، انه في كليه الشرطه او في اكاديميه الشرطه لم يتعلم ان مقوله الشرطه في خدمه الشعب، او مفهوم حقوق الانسان، او مفهوم تنفيذ القانون. هو تعلم يا اما تخضع خضوع تام يا اما مش شغالين. واحد يروح يشتكي شكوى متكرره يقول له يا عم انتوا بتوع الثوره، طب خلي الثوره تنفعكم. واحد سواق تاكسي، سواقين التاكسي كانوا عاملين اعتصام في القصر العيني من يومين، بيقول انا رحت بس برضه يا للظابط. فندم في امثله مشرفه يعني، مش انا ما عايزين نفذتش يعني مش عايزين نتجنى عليهم، ما لان هم برضه نفذتش. في وضع سيء لا جدا. يخلو قطاع في الدوله من الشرفاء، انا ما نفذتش، لكن لما يكون دول يمثلوا قوه في خطر على امن هذا الوطن، وانا يهمني الوطن بصراحه. طب انا عندي برضو استفسار من وجهه نظر تانية،
مفروض ان دور الاعلام في الفتره دي وقنوات خاصه كثيره جدا وقنوات التلفزيون المصري الكل بيحاول ان هو يقدم تغطيه اعلاميه ويحاول ان هو يعمل دعايه للمرشحين اللي ما يمتلكوش فلوس ان هم يعملوا دعايه تلفزيونيه والى ما اخره. المجهود الاعلامي ده هل ليه اثر بالنسبه للقبائل في الصعيد؟ يعني هل هم ممكن يسمعوا ده، ممكن يشوفوا، ولا هو العمليه اتجاهات وتربطات ملهاش اي علاقه بال يعني اللي احنا عمالين نحكي فيه، وانه الحزب ده برنامجه كذا، وان الموضوع يعني بالنسبه لهم القوائم طبعا يختاروها ازاي؟ يعني لو فرضنا انه الفردي هنقول انه ايه الفرديين طب يجوا حوالي الربع من القائمه، طيب ايه بالنسبه للقائمة ازاي؟ بالنسبه للاعلام حضرتك لا يؤثر الا في القطاعات التي ليس لديها اي وسيله غير انها تشوف التلفزيون او تسمع الاذاعه، ودي قطاعات مش فاعله في اللعبه السياسيه. بمعنى انه القنوات المؤثره بالفعل النهارده اللي هي القنوات الدينيه من الطرفين، قنوات دينيه مسيحيه وقنوات دينيه اسلاميه. احنا بنشتغل، احنا بنجني ثمار مره لخريطه عمرها 50 سنه مش 30. فالاعلام مش هيغير تفكير، لان الناس عندهم مشكله اسمها لقمه العيش، عندهم مشكله اسمها الخدمات. فهو مش هيقعد يسمع واحد يكلمه في حب الوطن، هيشوف فلان بيه هي مش مشكلة فلان بيه حزب وطني، بس هو راجل بيخدم، فدخل لي ابني المدرسة، جاب لي وظيفة، وهكذا. فالإعلام مع احترامي لكل أنواع الإعلام الخاص والعام كله يعني تأثيره، هم هيخشوا على موقع الانتخابات ويشوفوا الرقم القومي ولا لهم أي علاقة بالقصة دي، هيعرفوا انتخابات. أنا بقول لسعادتك خريطة الصعيد خريطة عشائرية، خريطة عشائرية المؤثر فيها الفلوس وقرابة الدم او الصراع الديني، ما هو في مرشح مسيحي ومرشح مسلم. انا بكلمك الحقائق اللي احنا ما نهربش منها، دي الحقيقه. استاذ خالد اسماعيل الصحفي والكاتب نورتنا كثير، بس يا رب اكون زعلتك. لا هو مش زعلتك، الحقيقه دائما مره كل الموضوع احنا خايفين على البلد، كلنا نتمنى لهذا الوطن كل السلامه والامن. طبعا نتمنى، وده نداء الى الحاكم. يعني الوضع متفجر في الصعيد، والوضع زي ما بيقول الأستاذ خالد إسماعيل، نتمنى أن يكون في حلول علشان ما تبقاش قنبلة موقوتة تنفجر في الانتخابات القادمة. دي كانت نهاية فقرتنا، وبنحب نفكركم أنه اللي فاتته الحلقة أو فاتته الفقرات ممكن يشوفنا على اليوتيوب نهارك سعيد كلمة واحدة، وممكن يتواصل معنا على تويتر نهارك سعيد @twitter.com، أو على الفيسبوك جروبنا نهارك سعيد. فقرتنا اللي جاية بعد الفصل هتكون عن التعديلات المطروحة على وثيقة المبادئ الدستورية اللي ما بين قوسين وثيقة السلمي كما يطلق عليها إعلاميا، هتكون بعد الفاصل. فقرة مهمة جدا مع عايدة، تابعونا.